فضلنا التركيز على بعض القضايا الجديدة نسبيا، وتوصلنا في حقها إلى مشاريع قرارات ستعرض كذلك على القادة، إلى جانب إعلان الجزائر الذي كذلك له مكانة خاصة في تطور العمل العربي المشترك. فالإعلان الذي يحمل اسم عاصمة الدول التي تنعقد فيها القمم يعبر عن النتائج الكبيرة الأساسية ذات البعد الاستراتيجي التي تستنبط من كل القرارات على أنها حقيقة قرارات ذات البعد الاستراتيجي، سيقاد العمل العربي المشترك في محاورها لتجسيد كل ما يتفق عليه من مشاريع وقرارات، ويكون هذا تحت إشراف البلد المضيف، ويتلى غالبا في الجلسة الختامية للقمة. فالعالم العمل الآن جاري على هذا الأساس، وانعقدت صباح اليوم جلسة مطولة لوزراء الخارجية حول مشروع إعلان الجزائر وحول هيكلة ومضمون مشروع إعلان الجزائر. ولم يكن العمل الذي أنجز صباح اليوم عملا صياغيا، بل كان عملا مفاهيميا، وكان الاتفاق على المحاور الكبيرة وعلى التوجهات الأساسية وما ينتظر من هذه الوثيقة المهمة.